هانسو ما بتحكي كيفك؟ ليش ما بتخليك تحكي؟ اختك؟ دي اطلب منك شي؟ شكلك مصري هيك شهم. لا حياتك ممكن تطلعي بعدنا نمشي وهنعمل ايه لسيادتك يعني؟ اذا بدك تمشي خلاص يعني؟ اذا بدك تمشي امشي بس جيبي لي الابراد من السياره بليز قبل. انا خدامه عند حضرتك. اتفضلي عندي بس الابلكيشن. ليش ما جاي معي؟ لا خليكي خليكي شوي بس ثانية. شو انك لقيني؟ هي راح ما كان جاب لي اياها معه. شو كنت ستي؟ راح ولا يعني راح راح. وإيه فين؟ عش فين ده؟ هي قاعدة تحدي؟ تليفوني ضل معك؟ لا بابا ليه ايه ود ايه التليفون ليه يعني؟ لا هو اخذ تليفوني اخذ تليفوني وينه؟ تصور معي بس صورت تليفوني بحب تصور تليفون حدا قال لي بعتي لي اياه هو قال لك كده؟ ايه يعني هو قال لك كده ايه هو قال لي كده لا انا واثقه في جوزي ما بثقش فيكي انت على فكره هو بقى كده انت مش قال لي بتتصور معي قلت له ما حد صور تليفونك لا انا جوزي ما يعملش حاجه زي كده على فكره اوعى بس كده وريني طب تضحك وبتهزر وبتعمل ايه؟ مفيش حاجه هو في مفيش حاجه والله تعالى طب قال لي في ايه؟ قال لي في اختك ده ما دي تليفوني هلا امشي ولا مش انا عايز ايه؟ شو سالك في حاجه يا جماعه؟ ازيك؟ ازي حضرتك؟ اتفضلي لا مش هكشف حاجة شكرا انت بتفضلي العيال نتكلم احنا ماشيين لا اتفضلي لا مش هكشف والله طب ازاي لك حاجات نوع انا ادفع الفيزا مش هكشف اتفضلي بس لا انا مش هكشف صدقيني مع طبعا اتفضلي خلي حضرتك هناك انا اتكلم مع المدام لا يا ممكن يقعد هناك هناك لا لا والله اللي قاعده جوه دي اللي ضايقتنا بامانه انا اللي قاعده مستحي اللي قاعده شايف جمالك وما انا حطيت دماغي وانت الروج اللي في قلبك بقى ايه سيادتك يعني انا اللي قاعده على اليمين ايه المنديل ده طب انا تحبه انا قاعده كويسه ما تتكلم عادي يعني انت معجب باللي انت بيحصل لك ده ولا انت فرحان باللي بيحصل هو انا جايه اكشف ولا جايه انا كباريه مش فاهمه انا مش فاهمه الموضوع يعني مالك حطها في دماغك هي بيت اهلي عشان حطها في دماغها سني طيب مالها هي هو ايه اللي مالها؟ انت شايفني عملت ايه؟ عملت ايه؟ قالت لي ان الصور اتصور والصور بتاعي صح يعني ممكن اصور مع اللي قاعدين جوه عادي مش هتغير يعني؟ يعني واحده بتقول انتوا مصريين طب هي مالها؟ ما هو ايه جوه مصريين محدش عارف معاه انت عملت معاه وبصك من رقبتك ليه؟ طب تحبي حضرتك تيجي نعمل لحضرتك بخار في وشك طيب؟ لا لا طب مش معقوله تيجي العياده وتبقي زعلانه كده يعني؟ حضرتك الكاميرات صورت حاجه كده مش مظبوطه حصلت ما بين الاستاذ ده وفي المدام اللي عامله لنا المشكله دي على طول ليه طب مش عارف فلتيه هنا اللي حصل؟ زيك اخذ لي سلولاري او ارجوك انت بس حافين يلا اتكل على الله بس كده اه بعرف لو يلا بس كده واللي انت عاملاه ايه اللي انت عاملاه ده؟ من فضلك ايه ده؟ انت مش محترمه على فكره خالص والله ميرسي بامانه انت مش محترمه ثانك يو وانا لحد دلوقتي ماسكه اعصابي مش عايزه اغلط فيكي عشانك مكان محترم تهزيتي فيها انت حره بدي سلولاري شو بك نبلش لوك 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 شو في مين فاكره حالي انت بس رايحه فين يلا كده جاي لهون انت عايزه ايه بقى من الاخر بدي سلولاري ماما اخذ لي سلولاري ليره طب شو بس انت رايحه فين مش ليره سلولاري يعني تليفون يعني موبايل عايزه موبايله موبايلي مش معي شو مش معي ماما مش معك لا اله الا الله طب يعني يا حبيبتي مش فاهمه انت عايزه ايه من الاخر يعني من اخر الليله دي عايزه ايه اخر الليله اه يعني انا مش عارفه بصراحه اعمل معاكي ايه طب انا مش رايحه اتخانق مع حد فانت ممكن تمشي بعد اذنك انا ما بدي اتخانق وانا بقى هتخانق وجوزك عم يترك الكرمالي عشان هيك مقهوره لا بتهينك انت نوع بتهين الدكتور عيبه وفي كاميرا هون عم تسجلك مش محترمه عيب. انا هلا عندي تروشوز بدي تليفوني هو انت بترقصي كده يعني ولا بتعملي ايه لوجيك لوجيك اه بتكلمش لوجيك جدا على فكره طيب وانا زي ما انت قلتي كده انا مش محترمه كل حاجه انا ما قلت انت مش خلاص اقعدي بقى ساكته بطلي كلام كتير انا ما قلت هيك انت اللي قلتي انت ما عرفتيني ليه مش بتعملي لي طب بس اقعدي كده بس اقعدي اقعدي بس كده اقعدي اقعدي بس كده بدي اوقف انت بارده قوي دفع عمالك شويه عامل لي في ايه هو ايه الاسبوع ايه قطع عليها ولا لا ما انا عايز اتكلم هو مش اتكلم تقول ايه استنى ايه طب اتكلم والتانية لما تضربها يعني طب اتكلم اهو انا مستنيك تقول لها ايه لا انا مش ماشي خلاص ايه اهو شو جوات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر اه كل والله انا بحب الاغنيه دي قوي على فكره ليكي كل شيء حاجه يعني ايه ليكي غلط في حاجه لكي ايدك ما تمديها
يا حبيبتي لحد ما مدتش بتقول ما مد ايدي لحد دلوقتي ما مدتش ايدي. شو هتطلع لي سكيني وتعملي لي عبد موتة هلا؟ شوفي لو بتحب شوفي شو عم تخنقيني؟ شو مجنونه انت بتدافع عنها برضه لسه؟ طب اسمعي اوعى بس كده بتدافع عن مين؟ اوعى طيب طب خلاص انت كنت بتتكلم معايا وقلت لها اطلعي بره. حاضر طب والله اطلعي بره قول لها مش قادر تقول لها اطلعي بره؟ انت اصلا زيها بالظبط ماشي بقول لك اقعدي. لا مش هقعد. انا بقول لك